اليوم بغيت نعرف الوالد ديالي كيفاش مات. انا عطينا غير حقي وحق ولادي، انا ضيعتيني وضيعتي ولادي، ما نسمحش بيه. انا مرت المرحوم الصحراوي اللي جا واحد النهار رئيس البلديه ديال منطقه البروج اللي جا في بلاصه مرداس. جا واحد النهار دق الباب قال لي بغا تحفر لي واحد البير، مشى معاه وراه البلاصه ما ناسباتوش، رجع الغد لي جا هو وولدو الرئيس هو وولدو قال لي غتمشي تحفر لي البير، مشى معاه خدم 15 يوم هو خدام، جبد الماء داك النهار اللي جبد فيه الماء، داز يومين جابوا ليه الموتور ركبوه باوي وكحو، ركبوا ليه الضو من الضو الكبير من البوطوق من الضو الكبير، داروا ليه الضو، توفى. مني توفى نهار الثلاث، دابا عنده 8 شهور باش توفى، هزوه داروا في لابيلانس داو للمحكمه ما قالوا ليا والو، باش مات بالضو. اشنو ملي قلت لهم انا بغيت راجلي نشوفو لقاوني في الباب ما خلاونيش نشوفو، لقيتهم هزوه ما عرفتش كيفاش داك النهار داروا معاه، ما عطوني حتى حق باش غنشوف الراجل ديالي. انا راجلي لقيتهم هزوز، قالوا الاخ ديالو هز خوك سير دفنيه، راه توفى سير دفنيه. قال لهم كيفاش غندي خويا ندفنو وانا ما عارفوش الضو كيفاش درتو ليه، حتى الضو ضربو، قال لي ضربو الضو هز خوك سير دفنيه. هذا الرئيس ديال مجلس البلدي ما عرفتش، قال لي المهم دي خوك دفنيه. مني داوه للسطات انا ما شفتش الراجل ديالي لحد الان، شفته في الصندوق مسمرين عليه ما شفتو اشنو جاري ليه. قالوا لي ضربوا الضو ضربوا الضو صافي. مني جابوه قالوا لي صافي من السطات جابوا المقبره دفنوه، داز يومين جا قال لي منوقف معاكم ندير معاكم اللازم، جاب واحد المبلغ من المال، قال لي بغيت نشوف المراه. انا طلبت قلت لي ما بغيتش نشوفك، انا عطينا غير حقي وحق ولادي، انا ضيعتيني وضيعتي ولادي وما عندي حتى حق في شي حاجه، ما عطاني حتى فرصه. مني الولد ديالي رجع لي المبلغ ديال المال قال لي هو الاتباع ديالو، قال لي انايا بغيت الحق ديال با، انا ما طالبت منك والو بغيت الحق ديال با. قال لي انا غير خير مني باش نعطيك هذا المبلغ، راه خير مني، راه ما عنده لا ورقه لا جوج، ما داير حتى حاجه، واش هو رئيس بلديه ما داير لا رخصه لا والو، راه ماشي حق هذا، راه الظلم وكذاك، راه هذا الراجل تغى عليا. قال لي جري طوالك، ما عندك حتى حق، لا انت لا ولادك، انا ما عندي ارض غادي نبيعها، ما عندي حتى حاجه، عندي الحق سبحانه، وكنطلب من سيدنا يساعدني ويساعد ولادي، راه تشرت انا وولادي، هذا الراجل تغى علينا بزاف، تيهددني بان ما خصنيش دار لي كل شيء، المطالب كلهم لغاهم، بغى احقرني. انا بنت قلب ديال السكر ما كاينش غير اللي غيدخلها عليا، انا راه شردني حياتي كلها قلبها، انا كنطالب من الله والمالك يعاونني ويوقف مع هاد الاولاد مع هاد الايتامه، راه كان باهم هو المعين ديالهم، هادشي اللي كنطالب منه. هاد الرئيس راه تاغي بزاف منطقه البروج، راه اللي جرات لي شي حاجه كيقول لي جري طوالك، انت راه ما كتسوى والو، النهار اللي بغاه جده ونار اللي قتلو ما سوا عنده والو، بحال اللي راه الدرجه تيدفعونا حتى كنطيحو، انا دفعوني حتى طحت، قالوا لي قلت لهم انا طالبت غير بالحق ديالي، غير نشوف الراجل ديالي غير مره وجوج، وانا حياتي كلها قلبوها، انا ما نسمحش ليه، انا ما نسمحش ليه لا دنيا ولا اخره. هاد الراجل راه تاغي بزاف، ما كاينش شي باب، انا طرقتو، انا الباب اللي كنمشي ليه كنسيبو هو سدو، انا هادشي اللي كنطالب من الله وجلالة الملك يوقف معايا ويكون السند ديالي، هادشي اللي طالبت بالحق ديالي والحق ديال ولادي. انا راه ثلاثة النفوس، بنت وجوج الولاد تشردو هو
ولا على بالو يعقش هو تاغي من الناس التاغين ما كيخافش الله كون كان كيخاف الله ما يديرش معايا بحال هكا. انا ما طالبت بوالو طالبت غير بالحق ديالي هو اللي طالبت به والله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا. انا سي محمد حمدان كنسكن مدينه البروج. انا خويا انا والواليد في الصباح مشينا للخدمه هو مشى لخدمته انا مشيت لخدمتي كيخدم عند رئيس البلديه اللي هو دابا راه شاد البلاصه ديال مرداس خدام عدو هي هذيك. انا مشيت خدام على راسي هو تا هو راه خدام غوتو ليا مع ديك الشيء تسعود نهار 28 شهر 8 غوتو ليا قالوا ليا جي راه الوالد ديالك توفى. مشيت من الخدمه مشيت للسبيطار ما صوش مشيت لعاد لي جوندارم الصو دايرينو في لابيلانس مغطينو بحال المانطا بغيت نشوفو يلا بغيت ندخل بحال كل لابيلانس ما خلاونيش ندخل صافي هما يزيدو هما يداوه لمدينة السطات للسبيطار دارو ليه تشريح عاود جابوه تاني مني جابوه دفنوه. هي هذيك عقبنا مني دفناه رجعنا ريح معايا هو يا رئيس البلديه وولدو والاعضاء اللي معاه قالوا لي شوف ولدي راه الا ضعتي في بواك راه حنا راه هنايا غادي نقومو باللازم هذاك الشيء اللي كاين غادي نقومو به وقدام الناس كامله. هي هذيك قلنا ليه صافي هذاك الشيء اللي كاين قال لك انا غادي عدي الخدامه ديولي مسورين وكل شيء قالك غادي ندير ليه لا سورانس باش وليو تخلصوا شي تخربيق ولا كيخربق علينا حنا ما فاهمينش هذاك الشيء حنا ما عندناش مع هذاك الشيء ديال القانون هو يا. المهم ملي سولنا كيفاش مات جينا كنشوفو كنصيبو شاد الضو من البوطو. انا كنطلب وكيل الملك ديال الدار البيضاء باش يعاود يفتح القضيه من جديد ونعرفو حنا بوانا باش مات واش نيت مات بالضو نيت كيما قالوا ولا مات شي حاجه اخرى اللي حنايا خلاونا ما نشوفوش وما شناهش شي كيفاش مات وحنا زيدون عائلته خاصنا حنا اللي نحاضروا النهار الاول قبل ما يتهز من البلاصه اللي مات فيها حتى يحضروا عائلته. هما يهزوه داو للجندارم داو للسبيطار داروا معجبهم حنا ما فهمنا والو. انا كنطالب بالحق ديالي وحق الواليد بغينا نعرفوا كيفاش مات الله ينصر سيدنا.